اهلا بكم شباب في حلقه جديده من برنامج لوج ان، معكم احمد دريفيكا وسامي صواني. رحبوا بك في حلقه جديده من برنامجنا كالعاده، اخبار مواضيع جديده، تكنولوجيا، العاب. خلونا نمشي الجوله السريعه ونشوفوا بعدين ايش عندنا. يلا. تسريب تصريحات من ممثل لشركه هواوي في النمسا بخصوص تطبيقات جوجل. تسريبات جديده بخصوص الجالكسي فليب فون الجديد من سامسونج. وتحديث اندرويد 10 يصل اخيرا ل S9 و 9 بلس. تفاصيل جديدة وتسريبات على لعبة Elden Ring ولعبة Resident Evil 3 Remake، وأخيرا الإعلان على السيزن الرابع للعبة Apex Legends. خلوكم معنا. وعدنا لكم شباب طبعا بعد الجولة السريعة اللي في العناوين، وكالعادة حنبدأ أخبارنا، لكن قبل أن نبدأ أخبارنا نحب نشكركم نفر كل من تواصل معنا على السوشيال ميديا، وبإذن الله طلباتكم حنخدها بعين الاعتبار. شو رأيك في بالضبط؟ وحبيت نقول كذلك أن طلبات، يعني في ناس تعطي اقتراحات، في ناس تعطي طلبات معينه، في ناس يقول لك خيرك جبتوا شكي مش عارف شني. حنديروا جهدنا للامانه، وانتم ان شاء الله اكيد ديما بعثوا لنا اي شيء، اي اقتراح، ونحاولوا كل الفيدنا باش نديروه ونطبقوه. نبدا تو جوله، نبدا طبعا البدايه عند سامي، حتكون مع هواوي اذا البدايه. واللي من موقع وين فيوتشر، اللي ما عرفش شنو وين فيوتشر، هي موقع اجنبي بتاع اخبار تكنولوجيا واحد وصحافه ومقالات وجو هوا. داروا مقابله مع مسؤول العلاقات العامه في هواوي في النمسا، وطلعوا منا كلام قالهم بمعنى نحن ما عادش نرجع نستخدموا تطبيقات جوجل بوكل. طبعا قبل نكملوا في الخبر خلينا نديروا بوز شويه ونرجعوا. هواوي كانت معها مشكله البان او الحظر اللي دارونه من امريكا. عشان يعني ان كل تليفوناتهم حيجي معهم نظام اندرويد، لكن مش حيجي معها جيميل، يوتيوب، كروم، حتى جوجل مابس، اي شيء. طبعا هذا بالنسبه للمستخدمين الهوايات كلهم جدد اعتقد، صح؟ جدد يعني من 2018، ممكن من 2019 وطالع، فما يعني تو اي تليفون تشتري ما فيش تطبيقات هون، تقدرش حتى تحطهم فيه، فما فهو تقدر، لكن لكن بتتعب تتشحط وعلى الفاضي، بس احنا نقول رسميا ما فيش. فتاثرت هلبة هواوي، وصار عندهم دمج اكيد، ومبيعاتهم خارج الصين نقصت هلبة هلبة هلبة، ومازال في نقص مستمر يعني زي ما يقولوا. بس في الصين قاعده مرتفعه، لان في الصين ما يستخدموش في تطبيقات جوجل هيك ولا هيك، كل شيء نظامهم بروحهم. فهمت؟ عموما كان يسال فيه قال احنا ما عادش نرجع نستخدم تطبيقات جوجل بوكل، حتى لو داروا نحوه الحظر، حتى لو رفعوا علينا الحظر. وبعدين لما صار الخبر هذا يعتبر شيء كبير، يعني حتى لو هم ما عادش بيرجع بوكل لو نحوا الحظر، جاء قال له نبوك تاكد لنا على ستيتمنت، هيا اختفى ما عادش بده يدوي، داي يماطل زي ما تقول، فمات. ولما جو الصحافة التانية، صحفيين التانيين والمواقع التانية يبوا يسألوا هو، يقولوا كيف وضحونا بالضبط شنو هذا خبر قوي، ما بوش يردوا، يماطلوا، فمات. وهذاك ما عادش بده يعطي في نفس الجملة اللي قالها. فهذا يعني إن هم شكلهم يبوش يخلاها هيك عربية، معناها خلاص بيجبدوا على جوجل، فهمت؟ لأن هم شركاء، حتى الأندرويد شركاء مع جوجل، فهمت؟ فحسيت إن هذا الخبر هيك يعني مثير للاهتمام، واللي الناس يتابعوا أعتقد كيف قوي لأمريكا حيندموا إن هم داروا حظر، أنا حتكون الأرباح. هو للأمانة زوز ضروا باهي، لكن لو أنا هواوي قصدي أنت أوريدي جلتني وخلاص ما عادش بدي عندي تطبيقات ومبيعات نقصوا خارج الصين، هو الكف كلاه كلاه، إيه علاش نرجع منه؟ خلاص نستقل. واللي يجيبني للنقطة الثانية أنه هم أوريدي بدوا يديروا في تعاقدات مع شركات أوروبية في جو خدمات المابس أو الخرائط غير جوجل مابس، كويسات حتى هم، وبيديروا في متجر بروحهم ويديروا في تطبيقات بروحهم باش يستقلوا، فهمت؟ ما نعرفوش طبعا هذا لو حيتكلى بالنجاح أو لا، ولكن الوقت حيكون كافي أنه يورينا شنو حيصير بالضبط. شنو عندك أنت؟ اوكي ننطلق ونبدا بدايتنا في الجيمنج عندنا باول لعبه، واللي هي لعبه Elden Ring اللي تكلمنا عليها سابقا في حلقات اللي فاتت. طبعا اللعبه هذه اللي تم اعلان عليها في معرض E3 اللي فات من استوديو تطوير From Software. طبعا اللعبه الاستوديو هذا خلينا ندعو عليه شويه، From Software عندها العاب وعناوين كبيره هلبة، زي مثلا لعبه Bloodborne اكيد لعبه شهيره يعني على التعريف اللي العمر، ولعبه Sekiro حتى هي، ف يعني استوديو تطوير خارق. بلس ان اللعبه هذه من كتابه الكاتب المعروف اللي كاتب مسلسل جيم اوف ثرونز، جورج مارتن. طبعا اللعبه هذه فيها عليها، هي حاليا قاعد عليها غموض، لكن في تسريبات من شخص مش معروف اسمه، لكن التسريبات اعلنت عليهم موقع اسمه ريست ايرا. طبعا اللي هي تسريبات انها اللعبه مش حتكون عالم مفتوح بمعنى الكلمه، يعني حيكون نص عالم مفتوح، يعني تقدر تقول نص عالم مفتوح، يعني مش حتاخذ كل التفاصيل نتاع عالم المفتوح. في نفس الوقت ان خريطه نتاع اللعبه حتكون شبه خريطه، يعني خريطه كبيره خلينا نقوله، ومساحات واسعه في اللعبه، وحيربطوا المساحات هذه ب
يعني زي ممرات وجوهوا وجوهوا ايه زي الجزء اللي فات من اللعبه. طبعا حاليا هذه كلها قاعده تسريبات او خلينا نقولوا اشاعات، ما فيش شيء مؤكد. وهذا الفيديو هو تسويقي لها نفسها من الاستوديو الرسمي. من الاستوديو الرسمي بحق تبان لعبه اسطوريه. قصدي واضح من الكاتب. وبعدين استوديو التطوير عندها عناوين خارقه من قبل، يعني مش تتوقع. وطبعا اللعبه هي حتكون قصتها شبيهه بلعبه شادو اوف كولوسس اللي نزلت في بلاي ستيشن 2 واللي داروا لها ريميك على البلاي ستيشن 4. فيب زي ما نشوفوا احنا حاليا في العرض يعني التسويقي. انت 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 متوقعين من الجماعه حتنزل ولا مش معروف؟ قلت لك انا حاليا اللي اعلنوا عليه في الاي 3 اللي فات اغلب الالعاب حتنزل في نهايه 2020 او في بدايه 2020. نزل يعني شوي عليها، لكن لعبه جماعه اللي يحبوا القصص والالعاب الملحميه والاساطير والخرافات الجو هذا، واللي لاعبين بلاد بون وسيكيرو فور شور حيلعبوا ليكم اللعبه هي ان شاء الله. مش خبر اللي بعده توا شنو عندك؟ طبعا تفكر لما دوينا في حق فات على الهواتف المطويه والاكوبات وكيف سامسونج في مؤتمرها بتاع التطوير والمطورين العام اللي فات عنه او داروا زي التيزر هيك انه يخدموا على حاجه تليفون مطوي يعني. طلعت تسريبات اكثر عليه، بمعنى تليفون شبه كل شيء بدنا نعرف فيه عليه توا، وحيصدر قريب جدا 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 خلال شهرين او الثلاث شهور ماكسيموم الجايات. طبعا البدايه بالاسم متوقعين انه حيسموه جالكسي فولد زد، هذا اول مره طبعا يستخدموه الاسم، وهذا منفصل على الجالكسي فولد العادي اللي دوينا عليه الموجود في السوق تو تقدر تشتريه زي ما شايف في الصوره تو. هذه اول صوره تسربت عليه فعليا، هذه علناها في المطور. اي طبق يعني تسكر، اي طبق يسكر زي الموتورولا ريزر دوينا عليه. فكرني بالتليفونات اللي طبقوا زمان. وشوف شوف شوف الالوان الاختيارات اللي جدد اللي داروا عليهم. عندك اللون هو البينك، مش عارف حتى كيف توصفه، مش بينك بالضبط، هو في ذا شيدز او جريدينت هيك. وفي لون ازرق قال لك بينزل في اسواق معينه بس. وزي ما شايفين في الصوره تو اللي صرف عليه المواضيع هذه قال لك الجالكسي فولد حيجي بسناب دراجون 855، هذا طبعا ماكس اخونا من اكس دي ديفلوبرز، موقع بتاع مطورين الاندرويد كل شيء فهمت. وقال لك البطاريه بتاعها بتكون بين 3300 و3500 فهمت، صرح هو في تويت بتاعه. فالبطاريه ماهيش بالضبط قويه، لكن ذا نجان حجم التليفون صغير زي ما شايف الصوره اللي بعدها. طبعا هذا تسريب من التليفون الفعلي الحقيقي اللي بينزل. فشو رايك انت كيف شكله لتو يعني شنو حسيت يعني؟ والله فكره تنجح. شوف هي فكره ممكن تنجح، لكن حسيتها زي الصغير الشاشه بتاعها صغير قلبه، لكن شوف جاي بالطول هيك يعني. لكن لو تشوفه كيف يسكر تو، لو يورونا صوره ثانيه لو كيف يسكر، شوف هاي الصوره هي تو فريتها كيف، قصدي في ساعه على اساس لما تسكر تحسها زي باكم تاع الايربودز 100% 100% بس انه ارق يعني عرفت. طبعا قالوا سامسونج من قبل ان هم متوجهين بالفكره هي لفئه معينه من الناس اللي هم نساوين، مش عارف علاش يعني حتى تريس يعجبهم يعني فهمت. سمويكي قال لك متوقعين ان الفئه النسائيه اكثر شيء حيشوف، ممكن داروا بحث ولا حاجه هيك ماركت ريسيرش ولا خلص يعني جو اكثر واحد ما اعرف تعرف الجنس حول ما نعرفوش كيف فكر، لكن تقريبا هيك حاجه زي هذه. فيب هذا هو عندي انا الخبر الثاني شيء منين. اوكي ننتقل للخبر الثاني اللي عندي انا في الجيمنج، وهو عليه لعبه ريزيدنت ايفل الريميك بتاع ريزيدنت ايفل 3 واللي هي ان احنا تكلمنا عليها المره اللي فاتت على الريميك، وتكلمنا على الشخصيات اللي موجوده حتكون في اللعبه، وتكلمنا على الوحش النمسيز اللي تكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت. طبعا زادت اكدت شركه كابكوم ان حيركزوا اكثر على الوحش هذا. طبعا العرض بتاع اللي يبينوا فيه اكثر الصفات بتاع النمسيز قالوا انه هو هذا الشخصيه هذه او الوحش هذا حيتعب اللاعبين اكثر من ما تعب مستر اكس اللاعبين مره في السيزونات اللي فاتت. هذا تشريد هلبه بيتعبك. طبعا مستر اكس قبل كان يخزرط في اللاعبين حتى لما يخليك انت تخنس منه من سطر رجليه فهمت. فكان متعب الناس حتى بسطر رجليه. هذا زود فهذا تطوير اكثر وتركيز اكثر على شخصيه الوحش هذا. طبعا الوحش هذا زي ما نشوفه حاليا قدامنا في التريلر هذا انها في عنده ادوات جديده او خلينا نقول اسلحه جديده. فهذا اللي حيخليه انها حيتعب هو اقوى اكثر واكثر حيتعب اللاعبين اكثر. فيبقوا نركز ونزيد وناكدوا في التريلر هذا على تركيزهم على الشخصيات. في توا في البنت هذه وهذا بتاع الجيش وواحد تاني بجنبه، معناها بتلعب اكثر من شخصيه خلال اللعبه ولا كيف؟ حنركز ولا هذا بس في القصه اللي بياخذوها؟ في اكيد شخصيات ثانيه، لكن حتركز اكثر على قصص الشخصيات يعني حتندمج مع اللعبه حتغوص اكثر في ايه. لكن انت لما بتلعب في الجيم بلاي بتلعب بشخص واحد وتشوف الشخصيات هذول كيف يتطوروا. فكرت تختار يعني تقدر تختار تبدل بيناتهم، لكن ممكن مثلا في لقطات معينه يعطيك تتحكم بشخصيه ثانيه تصير يعني مازال مش معروف نقلات من شخصيه لشخصيه. فهمت علي. لكن شفت زي ما تشوف ان الاسلحه بتاع
يا ودي ريزدنت ايفل انا قصدي من الخلعات نتاعها انا رغم ممكن لعبها مره مجربها مش حتى لعبها مخليع يا اخي ما يمشيش معايا شوف انا الالعاب زي هي من لعبها بروحي ما اقدرش صراحه والله تخيل تلعب روحك في لعبه مضلمه هيك أيام مرة فاتت لما قعدت نتسهوك على إن أساس إنه ما بيطوروا في الوحشة هو ما كنتش إنه حنتوقع إنه حيديروا قصدي أوكي هم قالوا حيعدلوا فيه على أساس بيخلوه إنه هو يخوف أكتر أنا ما فهمتش إنه شو قصدهم بيخوف أكتر فهمت أنت ما فهمت إنه هو حيخلي اللاعبين حيتعب اللاعبين أكتر فهمت إنه هو يعني خلاه طبعًا هي زي ما شفنا إحنا التاريخ إن هي حتنزل في شهر 4 يوم 3/4 قريب خلاص شهرين مو ذاك شهرين تانية شو يعني أنا بجربها له هنا دلهم خلعت في الاستوديو تشوفوا النمس سوا بيطلع وهمي نحسيه بالاخير انا ما خافش قوي يعني انت زي ما خسرت انا قوي خسرتك في الفيفا ما خفتش صح خسرتك في لكن هل بلعب صح حق بس سؤال شو تعرفك لكلمه جيمر 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 والله كلمه عامه بالنسبه لي انا سمعت مفروح الجيمر تتعب نلعب في العاب علاش لا سيك طبعا حنسالكم حتى انتم جمهورنا شنو تعريفكم لكلمه جيمر يعني لازم يكون تعني لكم يعني كلمه يعني جيمر بي سي وبي اس 4 واحد هل مثلا اللي يلعب ببجي موبايل وما يعرفش غيرها نسموه جيمر خليك تسمح لي لما تاثر على لما تحكي لا هي التلقيحه مش عليك هي قصدي هي ما هيش تلقيحه لكن انا هو سؤال بريء انت قلت تلقيحه بعدين قلت ما هيش تلقيحه هي ما هيش تلقيحه هو سؤال بريء اللي يلعب ببجي يا سيدي اللي يلعب فورتنايت بس سموه جيمر ايه انا نسميه جيمر علاش لا ويعني جاهل في الالعاب الثانيه ما يعرفش عليها طيب برادر مفيش حد يقصدي ممكن فيه لكن مفيش حد يعرف اللعب مش كل الناس انا شوف تعريفي لكلمه جيمر او لمصطلح جيمر نشوف فيه هو الشخص اللي عنده نولج عندها معرفه في اكثر عدد ممكن من الالعاب يعني مثلا واحد لاعب يعني. واحد لعب 100 لعبه تمام عنده معرفه على هل بقصص العاب ويلعب قديم دق قديم اولد سكول يلعب لي 100 لعبه لكن من 2006 ل 2000 جيت قارنه بواحد خاص على ببجي موبايل مثلا خاص على فورتنايت ولا خاص على انا مثلا لعبت من 2006 2010 لعبت 100 لعبه وبعدين وقفت تسميني جيمر تو جيمر ايه لان عندك معرفه لما تجي نسالك يعني لعبه معينه انت تعرف 20 10 سنين شنو صار فيهم هذا مش ضروري انك انت تكون مواكب لكل شيء لكن نحكي لك انت لعب عدد كبير من الالعاب 100 لعبه 200 لعبه يعني انت مش جيمر انت قلت لي تلعب من 2006 لا انا اعطيتك مثال قلت لك لو نلعب من 2006 اوكي كنت نلعب من 2006 ايه خلاص مزبوط لكن الشخص اللي يلعب في لعبه معينه ومدمن عليها ومحترف في لعبه معينه بس حس في انا مدمن على ببجي لكن مش انا مدمن على ببجي لكن مش محترف شنو وين اقع في في الكاتيجوري على حسب على حسب اللعبه على حسب الالعاب اللي كنت العبها قديش لعبه لاعب انت تعتبر في روحك جيمر ولا انك تلعب ديما سورت اوف اه بقى كويس لما نجي انا اللي مش جيمر نجي لدك في ببجي وفيفا شنو نعتبر يعني هذه هي النقطه هنا لما انا نكون مش محترف في لعبه معينه هذا لا يعني ان انا مانيش جيمر يعني تيجي تكون جيمر طوب ولا انت تلف وتدور فهمت خصصتها بعضها انت انا سؤالي هو كان واضح وصريح كلمه جيمر شنو تعريفك لها انا قلت لك أنا قلت لك خليني سألتك وبنجاوبك على الجواب على السؤال مصطلح جيمر قلت لك في شخص اللي مركز على لعبة واحدة وما يعرفش غيرها هل هذا نسموه جيمر أو لا نصنفوه جيمر أو لا أي حد يلعب أي إن شاء الله حتى لعبة واحدة حياته كلها نسميه جيمر لأن جيمر حرفيا أو لغويا تعني واحد لعب لعيب أو يلعب أو سميها ما شئت جميع الأحوال جمهورنا أنتم القرار لكم أبعثوا لنا صوتوا لنا ديروا أي رأي حطوا لكم بوست ونشوفوا مين معاه حق نمشي الخبر بعدها توا يلا حنختم المرة هذه مع سامسونج لأن هي أخيرا بدأت تدير في رول اوت او تنزل في تحديثات اندرويد 10 ل S9 بلس طبعا هم قالوا قبل احنا نبوا نوصلوه في نهايه شهر 1 العام هو ولكن بعدين داروا ستيتمنت وقالوا لا بسبب بعض المشاكل بنأخروه لنهايه شهر 2 ففجاه لكن في الاسبوع الماضي واحد في المانيا مستخدمين في ريدتس واحد قال لك وصلني تحديث انا ايش دفع منها انت هم اوريدي معناها ظبطوه بده يخدم صح لكن ممكن مطولين كيف بينزلوه من كل منطقه ومنطقه فمان فاللي بيصير ان المشاهدين اللي عندها اسنان واسنان بلس توقع انت من اسبوع هو لنهايه الشهر الجاي اكيد حتوصلك التحديث طبعا دوينا احنا في حلقات سابقه عديده هل بمرات شنو هو اندرويد 10 شنو الميزات فيه دارك مود بطاريه احسن 1 يو اي 2.0 و2.1 تحسينات تقدر تشوفوا على النت تقدر تشوف حلقاتنا اكيد تعرفوا شنو هي وهيك انا نكون اختمت وان باصي لاحمد شنو يعني خلاص كي ادوه انتهيت اوكي وانا نفس الشيء حننتقل لاخر خبر عندنا في فقره الاخبار واخر خبر في الجيمنج واللي هو سيزون جديد سيزون 4 للعبه ابيكس ليجندز طبعا لعبه خارقه اكيد سامع بها انت ومش لعبها اكيد اكيد فاللعبه هذه اللي ما يعرفش هي من تطوير استوديو ريسبون ومن نشر شركه اي اي سبورتس
طبعا اللعبة هذه مختصر مفيد، خلينا نتفرج على الفيديو تريلر متاع سيزن 4 الجديد سيزن 4 ونرجع وما نحرقوش عليكم. يلا شنو الجو يا برادر؟ ايش رايك في التريلر؟ قصة حزينة بدي تفضل. اوكي طبعا التريلر هذا او السيزون الاعلان على السيزون الجديد السيزون الرابع او اللي هو بعنوان اسيميليشن، طبعا هو الاستوديو تطوير داروا باص عيون خارقة للاعبين اللي محبين اللعبة، كانوا مركزين على شخصية معينة اللي اسمها فوج اعتقد، شخصية هذه كانوا مركزين عليها وكانوا الناس ان هم يسحبوها، هذه الشخصية الرئيسية متاع السيزون الجديد، لكن اتضح ان هي طلعت شخصية ثانوية وماتت في قصة ثانية، وهذه شخصية جديدة اللي طلعت في اللي شفناها تو حاليا في التريلر. طبعا اسم الشخصية ريفيننت، وزي ما نشوفوا ان هي الشخصية هذه هو بشري يعني بشر، فهمت؟ شوف روحه في المراية بشر، هو بشر لكن يتحول ل يعني نص بشري نص آلي، فهمت؟ فأني صارت له خرطة لما غرس له المرشة في رقبته، أبدأ معش يشوف في روحه هل هو بشر أو هو آلي، تلخبطت عليه. طبعا هذا الشخص أو هذه شخصية منتمية للنقابة، ونقابة اللي فيها الشخصيات الثانية اللي من قبل السيزون اللي فاتت، زي ما نشوفه أو زي ما شفنا في التريلر إنها ركزوا أو دققوا أكثر على شخصية البنت اللي قاعد تبكي على أبوها، وبالذات لو تلاحظ آخر ثواني في التريلر هي إنها تشعر بانتقام أو غضب، فممكن نشوفها في السيزن الجديد الجاي تلقاها شخصية لا أعرفش، لكن يديروا لك في باص عين تلقاها شخصية تانية يريحوك، فهمت؟ فيب هذا الملخص بتاع تريلر، وزي ما قلنا ان السيزون هذا حينزل اللي هو غضوه يوم الثلاث اللي حيكون يوم 4/2، فيب هذا السيزون الجديد. على سيرة شو اسمه أبيكس، في دوري لأبيكس ولعب تاني مجموعة من الألعاب في الصين الغوا على خطر الفيروس كورونا. سمعت وعلى سيرة أساس كنت بتلعب أنت، أساس كنت مسافر بتلعب؟ لا قصدي إن صخفوني. فعلى سيرة الدوري بتاع الصين اللي لغوه، احنا في الوايجام مديرين دوري بتاع جي بي ارينا، فالشباب هيك نوعية تلوح في الاخبارك على الجانبية عادي، قصدي يزعلوكم الصين نردوكم احنا، فهمت؟
زيتون زي ما يقولوا جمهورنا في الصين ما الدوري نخدم احنا 24/7 فيب شباب طبعا في مجموعه من الدوريات حتنطلق في الواي جيمر بواسطه او عن طريق موقع جي بي ارينا طبعا حيكونوا فيه هلبا سبونسرز للدوريات وحنحاولوا انه يكون في دوريات شبه دوري كل اسبوع حننوعوا في الالعاب فستي توند ان شاء الله تنال اعجابكم الدوريات هذه والجوائز هذه والتنظيم بشكل عام ان شاء الله باذن الله ننتقل تو ديمونستريشن ننتقل الديمونستريشن خليكم معنا شو شبيت ورجعنا لكم مشاهدينا فقرة ديمونستريشن اليوم كالعادة عندنا بعض الحاجات اللي بنوريها لكم واحدة في تطبيق في الاندرويد والثانية في برنامج في البي سي بس خلونا نبدأ بالاندرويد التطبيق اسمه تشيك ستوديو أكيد متأكد أنا في هلبا ناس يتفرجوا يعرفوه ويقول لك عاش نوروا فيه أصلا بيسك هو فعلا تطبيق بيسك يا أحمد بس للناس اللي ما تعرفهاش شيء حيطبع شيء خارق لأنه هو حيساعد هلبا في ناحية القراية في الجامعة يقول لي كيف حق انا معاش نستحق لان اخر سيمستر معناها خليك خارج براني الموضوع تو انت خارج الموضوع خلينا نفتح حاجه للماجستير للناس الكبيره كيف ما عندكش حاجه للماجستير للجماعه حتى ماجستير ما شاء الله الناس الكبيره والله انت تخرجت بزاف انا السنه هذه لو نجحت سيمستر هو اللي بعده لا هو سيمستر واحد عشان تزيد لو نجحت بالسيمستر هذا حتنجح اكيد يعني لما تاخذ الشهاده تقدر تتكلم على الماجستير انت قاعد تاخذ البكالوريوس مش عارف ايش نقول تقصف فيا انت تو لا حاولت لك اسرح البرنامج بتاعك خلينا نكمله جماعه البكالوريوس او الجامعه زي ما شايفين قدامنا طبعا داير في حسابي يعني على اساس واحد فكره تدير اشتراك انت في الشهر مثلا 15 دولار في الشهر بطاقه او اي حاجه ويبدا عندك اكسس لكل الكتابات العلميه سواء احياء سواء كمبيوتر سواء هندسه مش عارف شنو كل عندك لي اكسس وبالحل بتاعه بالحل متاعه قداش حقه هو؟ 15 دولار شهريا 15 دولار وفي ميزات تانية بحيث انك انت لما تسأل سؤال يجي واحد فاهم مختص ويجاوبك عليه ويكتب لك طول الحل متاعه فهمت؟ تقدر حتى لدرجة انك تزود ميزات تانية في الاشتراك وتدفع أكثر ويدوروا لك على فرص تدريب نعم نلقوا فيها في شنو اسمه كتابات نحن شنو وزارة التعليم الليبية فيه صراحة لا في كلها كتابات انجليزية بتاع الجامعة اصلا كتابات الجامعة كلهم بالانجليزي اللي بنقول لك عليه ان الكتاب مثلا تعال شوف هو انجينيرنج ايكونومي مثلا فهمت هذا واحد من الكتاب اللي كنت نقرا فيه رصيت عليه طول يفتح لك بروبلم سيتس فهمت طول يقول لك ان فيه مثلا ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 زي ما شايفين احنا قدامنا التلفزيون تشابتر 1 بروبلم 1 مش عارف شنو فهمت بتيجي تقلب انت بتشابتر معين مثلا الخامس السادس وكله موجود بالحل بتاعه طبعا انا مش دايره مش انت تنقل اللي يعطيك الدكتور واجب وتنقل منه وتمت لا الواجبات عاده يديروا فيها مش انت تفهم الماتيريال اللي يعطوا لك فيها فلما انت تحل وتبي تتاكد من حلك من دون ما تمشي للدكتور ولا تدور حد يعرف يحل متاكد منه او اي حاجه زياده طول تخش على التطبيق و تتأكد منه جربوا التطبيق فعلا مفيد لي الناس تستفيد منه من أول بداية الجامعة على الحق يعني ما نعتمدش على أحد مجرد الحل ونشوف طول إذا حلي صح لكن أنت ومن اللي مازال يرجع لكتابات الناس تدور في سلايدات تقرأ منهم اختصار باي لكن لما بتحل بروبلم سيت شو بتدير تمارينات ولا حاجة بيتك إيه تعليق حصلك زي اللقطة فهذا التطبيق للناس اللي يحتاج الحاجات هذه طوى خلي نمشوا معناها للويندوز ونروح التطبيق الثاني أحمد شو رأيك يلا خلينا نقلبوا على الـ بي سي خلينا نمشي ندور انا عليه هنا نخش في نيو فولدر شو رايك نوريك فيديو قبل تفهم شنو يدير بعدين تقول تحاول انت تشرح لي شنو هو التطبيق غريب راه غريب جدا جدا شوفه شوف زين اوكي someperson.h.io برادر شفت عليه ميمز في التويتر كيف؟ شفت عليها ميمز مديرين على هذه الوزه ولا البطه مش عشان مديرين عليها ميمز لا هي البطه استخدمها ديما في الميمز مش عارف لو البطه لا 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 ما هي انا من يومين اللي فاتوا شفت عليها يعني فاكيد على الحاجه هي اللي طفى متاكد بس كل شويه تو شوف تطبيق هو فكرته بكل بساطه هي بطه مزعجه فمات نظام انت تديرها في كمبيوتر واحد صاحبك تطلع لك البطه هي تهيج هي بروحها تبدا انت في نص الخدمه تاخذ الماوس المؤشر بتاع الماوس تسحب اللقطه بتعرفش تقدر شيء تسحب اللقطه اوكي في نص الواحد تطلع لك صوره ريكي فجاه تقول لك بنفخ املك ولا حاجه زياده فبت
مره تطلع لك اغاني عشوائيه تقول لك تفتح لك زمزمات ولا مش عارف شو تدير، وتقدر انت تزيد وتتحكم فيها، تقدر تحط فيه التبيه وتبصي لصاحبك تحطه له في يو اس بي. تمام، فاحنا ايش بنديره مشاهدينا توا؟ بنبدا نعمل التطبيق. لا وانت في الجيم ليه وتشوفوا كيف بدك تلعب. تمام اوكي، هي لعبه اصلا لعبه فيها تشحيط اللي حنلعبوها توا في فقره الجيمنج، ف تساعدك. اوكي خلاص، معناها خلينا نبدا توا الجيل هنا. ايه صح، اسمه جوس ديسكتوب، اللي بيعرف شنو هو اسمه كيف تنزله بكل بساطه تجي الكروم وتكتب جوس ديسكتوب. هو تختار تاني لينك سام بيرسون، هو هذا المطور اللي مدايره، وعلى فكره قال انا حنزيد نحسن فيه. طبعا الناس الخايفه اللي يقول لك ممكن فيه فيروسات او يتحكم الكمبيوتر، الكوميونتي كلها تاكد منها الكودات بتاع البرنامج وامن 100% ما يديرش اي حاجه. والجميل احسن من هيك تقدر حتى توقفه، يعني لما يبدا يلعب في الكمبيوتر يطلع ويتحرك تقدر تلغيها. اكيد مش هنقول لك كيف، مش ما تلغيش انت توا، لكن بعدين لما انت في نص اللعبه حن نوقفه. فهمت كيف؟ فهذا الموقع دقيقه بس، يعني الاوامر انت تعطيها ولا هو بروحه؟ هو بروحه يدير ليبي. او ماي جاد، لما انت مثلا تنحي له حاجه ولا لقطه بينشف فيك تو تشوف شنو يصير فيك بالجيم بلاي انت. هذا اللينك، هي اللعبه تحرق الدم، فانت بتزيد لي تو حاجه تحرق الدم. ف بالضبط هذا اللي بيصير لك. خلينا نبدا التطبيق. شو تسمع تو؟ تبدا يفتح لك زمزمات. هو مين حصل الزمزمات في الكمبيوتر؟ تحط اي فايل. انا تحكمت لك زمزمات اليوم، فهمت كيف؟ اوكي. حنخلوه طبعا هيك، احنا نمشوا لفاصل مشاهدينا ونرجع مع احمد في الجيم بلاي ونشوف كيف بيدير مع البطه هذه اللي تمتع فينا تو. اوكي خليكم معنا. طبعا رجعنا لكم شباب في فقره الجيم بلاي مع البطه اللي نفختهم هذه بكيت لود في بتمتعك في الجيم بلاي. هي اصلا جايب بالك خصيصا لك شنو مني؟ ان شاء الله خير. هي اللعبه اصلا هي نفاخه، فهمت؟ فانت زدت لي تو البطه لك باسبور مفاجات كذلك خصيص ليك انت. فكنا يا رجل مش وقت بكل والله يستر حيمتع مش ربي يستر. طبعا لعبة اليوم واللي هي لعبة اسمها ريج بيس. طبعا اللعبة هذه غضب بسلام، كيفك اغضب بسلام يعني مش عارف. المهم شو فكرتها؟ الفكرة اللعبة هي انها انا جايبها باش تعلموا منها الناس حاجة، تعلموا منها الصبر، تعلموا منها انا جايب لكم باش تعلموا الصبر، تعلموا منها الصبر ويتعلموا منها يعني ينموا الاي كيو بتاعهم، فهمت؟ فيطوروا شويه من الفكر بتاعهم. شو فكرتها؟ احكي لنا، اعطينا انترو علاش. اوكي حنعرفوا تو احنا فكرتها من بدايه اللعبه. عندنا زي مارشميلو، هو لو مش عارف ولا صهاره ما تفهماش كيف شخصيه حتلعب بها. على اساس انه هو موظف ينط الصبح يمشي لخدمته. البطه هذه معاه ديما هي بتخمي، تعرف هي اللعبه هي تفهم فكرتها اللعبه هذه. فا شنو هذا؟ Good work. اوكي. باي ماوس ويب. طبعا البطة مشاهدينا طقت الماوس من دريبيكا حاليا. فكرتها مليحة البطة. قوية قلت لك عندك صاحب واحد تبي تعبه ديروا له البرنامج وخليه. اوكي اعتقد ان مش لازم نعرفوا قصة حياة الشخصية اللي حنلعبوا بها، فلذلك حنركوا سكيب. باي باو كان بدير سكيب تشرح لنا شو اللي صاير بالضبط. مش ضروريه هل بتعرف هي قصتها الشخصيه هذه، لان هي ما تدورش ما تتمحورش على الشخصيه. هي شو تتمحور؟ تعرف واحده اخوي تستعجلش. معناتي ديما نستعجل نحب نعرف. فتو في هلبا سكيبات. باي طق 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 كالعاده احنا اللي فيه ده ما فيش حد يقرا في زي الورقه اللي تجي مع الدواء ظبط تاخذ الدواء في ورقه. لا هلبا الدواء ما تقراش في الورقه هلبا انت تقرا فيها اساس. شنو هذا؟ يا فوردر خذها منك الواحد ورا الثانية. لقيت الموس. ايش سكرت لي اللعبة؟ لا سكرت مستعيل والله. يلا سكرت لي اللعبة. شنو؟ هي سكرت لي اللعبة. مين سكرت لك اللعبة؟ البطة. البطة سوري والله سوري، بس خش اللعبة مرة ثانية. خشينا اللعبة فيلا قال لك بداية النهاية. اوكي كيف اللعبة، كيف الشخصية هذه او اللعبة هذه حتتعبنا او حتكنطيك؟ انت قاعد تخش، طبعا هي ماب عاطيها لك زي ما نشوفوا تو احنا قاعدين في مطبخ، حتنتقل من مكان لمكان وفي حاجات عوائق قدامك وانت حتحاول تتجاوزها. طبعا العوائق هذه هلبة وحتصدمك كل مرة تطلع لك من تركينة، فانت وصبرك لوين تقدر توصل فيها اللعبة هي. اوكي نبدأ. ارسمي هو صغار ولا مش تزبط؟ قال لك سبيس هي جمب، فاتوقع مثلا حاجه تطيح عليك من فوق. ميه معناها فوتها الميه، واضح العمليه. ايش قال لك نقز ماله؟ نقدر نعلم فيك يا برادر. يلا ما شاء الله عليك. اوكي
انا مش عارف هم مخوفين بي سي ات شنو هم انفيديا اي 7 لا طبعا ما لازم احطه الجرافيكس ما هوش قويات هلا خلينا نركز لان في وقت ربنا يوضح للمشاهدين اصبر لي شويه اي معناها اي لابتوب شبه يشغلها او بي سي عادي ما هيش لعبه ما هيش قويه هلا موجوده هي طبعا على ستيم مش عارف قديش حقها اللعبه لكن المو موجود على ستيم اوكي خلينا نحفظه انا مش مذكرش حقها يا رجل خليني اركز على اللعبه يا رجل ناس بل دي ما انت كنوايتك اوكي عندي كلام بعد بتطيح لا مش هادي يعتبر هذا اندي جيمز ولا نظام جنرال تاع العاب اندي نظام هيك مغامرات بسيطه سمبل لكن مسليه نسيت نسيتها ما كنت اوكي حنحاوله اسمع على شويه ثاني بنقعد بالكرسي بنعلمك كيف تلعب خلينيش نضطر ندير خليني ركز مش وقتها بكل البطه شيك 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 نوريك شو كاتب لك نقص من المشاكل برادر ماوس ويني الماوس اخذت البطه اصبر شويه الماوس تو الماوس لا عندك تو المفروض ما عندكش ما اهو لا عندك جي واختفي يا راجل ايه هو ياخذ فيه قد صي منك والله ما وقتها بكل اوكي يا راجل شكرا لك ايه اوكي تمام نقطة كهربائية نفس الحلال اوكي المرة هذه حنحاول تفضل خذ نفس ايوه ارخي تخسر نقول لك بري تعرف وسدت معي لعبة مستفزة يعني هي فكرتها عوائق لازم توصل قدام ايه صحيت في حاجة تانية توا يا راجل وش لقصين احنا يا اوكي والله ما لقصين فاللعبة حتى علمتكم الصبر بمعنى الكلمة لا تطلع لك هو مش وقتك بك البطة مش وقتها اسمه لي شوي البطة شو داخل البطة كل شيء تحشفيه في راس البطة شوي تاني بدنا حيالك اصلا اسمع نقز الماوس طق منك الماوس بس الماوس ما ليش علاقه بالماوس ما عادش تقدر باني بالنحي هو المنيو اللي طلعت لي ضيقتك حول ولا قوه الا بالله ربي يسامحك يا سامي بطه يا اخي موضوعك معه مش معي انا اوكي نحاول نلعب رغم الصعوبات اللي تواجه فيها ما عنديش وقت بس نقز انت والله الفلكس بتاعك ضعف هلبة لو قصدي لو بتخلي المشاهدين هيك تموت نص الامكان هذه اخر محاوله ان شاء الله هذه اخر محاوله اوكي تو تو فرصه كونوا هيك شرحنا لكم على اللعبه المستفزه هذه يلي شلفها احمد بنسبه قداش 9.9 للاسف هي زي ما قلت لكم حتعلمكم الصبر طبعا اللعبه هذه ما ننصحكمش تلعبوها في رمضان لان حتخليكم تفطروا فيب هيك كانت اللعبه لعبه خفيفه ظريفه ننصحكم بها صح هي تستفزكم لكن زي ما قلت لكم تعلموا الذكاء سرعة البديهة يعني تو احنا عندنا البطة وعندنا اللعبة هذه ريجن ما انصحكمش تخدموا البطة واللعبة في نفس الوقت لأن مش عارف شو حيصير معكم بتعرف بس جتني فكرة تحدي الترا تحدي هو من الأخير فوق اللعبة هي نفاخة مع البطة اللي يربح هو معناها اسطوري معناها هذا ليش توكس اسطوري طب 12 محاولة برادر 12 محاولة وما شدتش معنا المهم هيك وصلنا لنهاية حلقتنا وصلنا لنهاية فقرتنا ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت اعجابكم اليوم حلقه اليوم زي ما قلنا لكم زي ما عودناكم انه تواصلوا معنا على السوشيال ميديا وما تنسوش الدوريات بتاع جي بي ارينا اللي حيكونوا عليه الواي جيمر واللي حنغطاها اكيد بتفاصيل اكثر اول ما تبدا باش تكون عندكم الفكره والمعلومات كلها وكيف تقدروا حتى تسجلوا وتشاركوا فيها اكيد فهذا كله مدينا في بالنا صح احمد يب فهيك وصلنا لنهايه حلقتنا يلا بيس اوت سلام